مش يكون مثل باقي المجتمع العربي الموجود بالشمال، تمر في وضع جدا صعب في ضمن هذه الحرب، ضمن هذا الخوف. مش يكون مثل باقي البلاد العربية، للأسف فيش فيها ملاجئ، في البيوت عندنا أغلبها قديمة، فيش حماية للناس، في حالة من الهلع وحالة من الرعب، في حالة من الضبابية، مش عارفين عايش رايحين. أهم مش يكون حتى المجلس نسمع أخبار وبس المعلومات اللي ناخذها من الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي، وكل الوسائل بتشير انه رايحين على وضع جدا صعب، وخاصة مش يكون موجودة بالشمال، وكان إلا ب 2006 عانت كثير بحرب 2006، والناس عندها تجربة مخيفة من 2006، استشهد 2 من أهل مش يكون ونزل فوق 50 صاروخ، ففي نوع من الهلع ومن الخوف. وللأسف كل هالفترة الدولة ما عملتش ولا أي ملجأ عام، إحنا متكلين على ملاجئ المدارس فقط. البيوت عندنا أغلبها 70% مش فيش فيها حتى ممات، يعني بيوت عتيقة. نحن بوضع يعني اللي هو أنا بقول من ناحية المحافظة على الناس هو جدا صعب. المجلس عمال مع كل الشباب المتطوعين، وعندنا كمية المتطوعين، وعندنا لجنة الطوارئ وغرفة الطوارئ عمال تشتغل بكل قوتها انه تحاول تلاقي بدائل لقضية الملاجئ. اكثر نتكلم على توعية الناس، توجيه للناس، عندنا متطوعين، كل واحد كل حي له متطوعينه، ونتأمل انه نمرق هاي الفترة، ونتمنى اول شيء توقف الحرب ويعم السلام لكل العالم ولكل هالمنطقة، ونحن نشوف الحل هو فقط بالتفاوض وفقط بالسلام وفقط بالحل العادل لقضية للشعبين وليس بالحرب. لكن نحن اليوم بهمنا انه نمر هاي الفترة، ونحن نشوف احنا نمر في فترة جدا صعبة، ونحن نتوجه لاهالينا مجد كروم، لكل الناس ياخذوا الامور بجدية. احنا في فترة جدا صعبة، حياة الناس والحرب اللي احنا رايحين عليها شايفينها مش سهلة، ما تخش امور مثل 2006 مش يكون كانت تطلع الصواريخ ودفعنا الثمن. اليوم احنا لازم ناخذ امور بجديه اكثر، ونكون حذرين حتى بالتواصل الاجتماعي، حتى بالحكي، شايفين الاعتقالات عمال تصير، في حاله من الترهيب والتخويف والهلع اليوم موجود بالدوله، في حاله بين التعامل بين الوسط العربي واليهودي واصل يعني اللي بيقول السي، وفي ناس بتحرض وفي تحريض مخيف على الجمعية العربية. احنا نطلب من طلابنا، من طلاب الجامعيين، من الناس يكونوا حذرين بهاي الفترة، يهتموا انه كيف يحافظوا حالين، يهتموا كيف يحافظوا على اهل مجد كروم، على وسطنا العربي، ونتأمل انه نمو هاي الفترة. كمان زي ما قلنا احنا طرحنا بدائل، في عندنا 5 مدارس اللي فيهن ملاجئ ففتحنا مدارس، في عندنا 8 اوضات في ملاجئ فتحناها اليوم مفتوحات، يعني مفتوحات 24 ساعة، لانه حياة الناس فوق هاي المدارس. في عندنا 3 جوامع الحمد لله فيهن كمان ملاجئ من بلد جديد، كمان هاي الجوامع فتحناها. بكل مؤسسة عندنا فيها حتى ملجأ اللي بيسأل 10 او بيسأل 100، اليوم هو مش يكون مفتوح 24 ساعة، لانه بالاخر حياة الناس هي أهم شيء عندنا. احنا طلعنا بيانات، طلعنا للناس بالتواصل الاجتماعي كمان بحسب الهدوات اس ام اس، قلنا لهم وين الملجأ مفتوح، وين اقرب ملجأ لك، طلعنا كمان اعلانات للناس وكيف يتصرفوا وشو اكثر محل امن، كيف يتصرفوا وقت اذا في ازعكه. بنتأمل احنا شغلنا هو نفتح ملاجئ المتاحة عندنا اللي هي بالمؤسسات، ونفس الوقت هو نوجه الناس ونوعيهم كيف يتصرفوا بوقت انه لا سمح الله كان في هجمة على مجركم. بقدر اقول مجركم يمكن اكثر بلاد خايفين، لانه مجركم عندها تجربة، يعني اليوم اللي بجيلي او اللي كان ب 2006 واليوم اللي عاشوا 2006 عندهم حالة من هلع، ولما يسمعوا يعني لما يسمعوا صفات النظام صارت مرتين عم ياخذوا بكثير جدية، اللي هي ناتجة عن تجربة اللي هي مريرة كانت مجركم. يعني سفرات الانذار كانت في منطقة الشمال بما ذلك في مجد الكروم، هل تلقيتم تعليمات محددة أو جديدة من الجبهة الداخلية؟ لا احنا التعليمات يعني اللي اخذناها من الجبهه الداخليه، بس عندنا احنا غرفه طوارئ اللي هي شغاله 24 ساعه، عندنا كمان اعلام طوارئ موجود 24 ساعه، احنا بنعطي التعليمات اللي بناخذها من بيكود عارف نعطيها للناس، نزلنا كثير اعلانات للناس، نزلناها فتحنا قناه بالانستغرام اسمها للناس عشان يفوت عليها ياخذ تعليمات، احنا تواصل تام مع الناس، حتى بنبعثن لكل اهل البلد معنا خدعات اس ام اس، يعني معنا كلنا بنبعثن كمان كيف يتصرفوا، فاحنا التواصل تام، الاعلام عندنا جدا قوي، غرفه طوارئ جدا قويه، احنا شو بناخذ تعليمات عم نوصلها للناس وتواصل تام مع الناس. المجلس المحلي اليوم برضه بقول نعم عنده غرفه طوارئ مجهزه بكل التقنيات، عندنا كمان المخزن الطوارئ اللي هو مجهز، عندنا ما قرب 60 من 70 ل 80 متطوع اللي هن بحاله لا سمح الله في هذه البيوت، ومعهم كل المجهزين بكل الادوات
عشان يعني يقدروا يساعدوا الناس. عندنا كمان بسيخولوجيم وعندنا لافدين سوسياليم، عندنا مركز الاعلام اللي عمال وصل لكل شيء الناس. احنا اليوم عاملين نشتغل بغرفة طوارئ اكثر يعني مع بين الناس وبين متطوعين فوق ال 150 واحد، اللي احنا جاهزين لاي طارئ بصير معنا. لكن كمان احنا ما عندناش امكانيات طبعا دولة، احنا عارفين انه الاشي رح يحكي لاهل مش يكون، واحنا عارفين انه لا سمح الله اصاب اي حدا تنجينا من برا مساعدات بدها يمكن ساعات او ايام. فاحنا فهمنا كل متطوعين عندنا الاتكال علينا، الاتكال على اهل مجد الكروم، واحنا اللي بنعطي الجواب لاهل مجد الكروم. واحنا كان تدريب وبكره تدريب للمتطوعين كيف يتصرفوا بوقت مسير لا سمح الله كارثه. ونتامل انه اهل مجد الكروم بتجربه كورونا وتجربه 2006 نكون احنا جاهزين لهي التجربه. بنتامل انه ما يصيرش شيء وبالاخر كل عم يعني تنتهي الحرب وتنتهي كل هاي المأساة. في سياق اخر يعني سؤال اخير، ما هو تعقيبك على قرار تاجيل الانتخابات للسلطات المحليه؟ فهذا يعني ضمن الاوضاع لا يمكن اجراء انتخابات في يعني بهذا الحرب. يعني اليوم انا بعض اقول لك رئيس مجلس من يوم السبت وقفت كل شيء اسمه انتخابات، مش انتخابات، نعم وقفت كل شيء حمله انتخابيه من اول يوم. مش كل يوم فيش حاجه بنحكيش عن حمله انتخابيه، الناس عندها هموم اكثر بكثير من انتخابات، الناس من لها كلام انتخابات. يعني لما في شيء ماساه وفي شيء ضخم وفي حياه الناس طش تيجي تحكي عن انتخابات.